انتصار يلعب ليبي والمرور مبابي العرضية ماريو تابع على أسلوب هجومي وفق نظام اللعبة معرفة فريق لايبزيغ والعكس كذا دامس العرضية نافاس للمرة الثانية نافاس لايب مبابي سدد مبابي دراكسلير مرر ومبابي بالسرعة مبابي المهارة مبابي حتى في شباك يا جولاتشي 1-0 إذن باريس سان جيرمان يفتتح العداد هنا بلمسة مبابي بيومنا مبابي وصلت لأندير الراسية كيليان مبابي بيومنا عندك ليو فرصة ماركينيوس وخطيرة تسدد الكرة موكيالي عالي على الجميع لحظات من التميز والابداع لرونالدينيو كما هو الابداع للاعبين البرازيليين المتواجدين حاليا في التشكيل الباريسي ابرزهم لاعب نيمار جونيور اصابه لكيليان مبابي في هذه اللحظات ثاني سقوط الدفاع الالماني بينما انطلاقه العرضيه مبابي مبابي للسلام ومبابي مرر ميسي وصل ميسي وصل ميسي ولكن هنا تلمس المدافع والكره مباشره الى جولاتشي من الثلث تسدد هنا ترفع الكرة الرأسية ماركينيوس تعادل يضيع ماركينيوس القائد البرازيلي يبعد الخطورة الألمانية في البارك بينما لدينا فرصة القائم مشاهدينا الكرام نعم الرسالة واضحة لايبزيغ قريب جدا من التعادل شوف يسرع خليليو التعادل لنادي لايبزيغ مشاهدينا الكرام الرد ياتي من سيلفا الرد ياتي من البرتغالي اندري سيلفا يستفي من كرة عرضية من انخيلينيو هكذا خرجوا بالكرة من المنطقة الدفاعية وهكذا كانت الخاتمة بهدف بعد لعبة جماعية رائعة جدا شوف الإعادة السيلي من كونكو انخيلينيو بدون رقابة وين المراقبة تركوا وحيدا غير معقول تركوا انخيلينيو وحيدا حرا طليقا مرر الكرة هنا وصول متأخر لكيمبيمبي وبالتالي اندريه سيلفا يضع في مرمى باريس سان جيرمان 1-1 هنا سوء المراقبة والتغطية لم تكن موجودة من المرتدات ليونيل ميسي يرفع ديال الكرة بالرقبة نونو يمشي نونو يمرر في الجهة اليمنى العرضية ولكن في أفضل من لديه بينما عملية المرور في مسك في مسك في مسك نعم أعتقد هذا يرفع ديال الكرة الكرات العالية لماركو أغويدا بينما الإعادة هنا الصعوبات اللي وجدها في تلك المباراة يجد في كرة مباغثة في هجمة مباغثة شوف الانطلاقة خطفوا الكرة من ماركينيوس والتحول السريع في الهجمة كونكو في الاستلام يراوغ الثاني ممكن السيمة الماضية مع ناجلسمان والصور على الاسم ميسي تقدم ميسي سدد ميسي والكرة في الركنية ممتازة التمريرة من فرقة الفرديات شفنا أكثر من جانب لاعبي نادي باريس سان جيرمان مبابي والجهة اليسرى كانت الأنشطة إذن الصافرة الإيطالية تنهي الشوط الأول مشاهدة كرام بالتعادل هدف مقابل هدف انتظار المزيد خلال دقائق الجولة الثانية انطلاقة هنا من جانب راكسير مبابي سيلودروم بينما هنا كرة وعرضية والراسية يلعب الكرة أمامية البحث عن العمق فيها تدخل نعم فيها تدخل من إدريسا وبالتالي بطاقة صفراء يا إدريسا كرة قريبة جدا كون كون مرة عالية متماسك للغاية بينما هنا كرة وبالتالي نتكلم عن ثلاث لاعبين نادي لايبزيغ هذه ممكن هذه ممكن هذه ممكن ليونيل ميسي ميسي يرفع داخل المنطقة
بعدم فيراتي ومبابي فيراتي فيراتي هو فيراتي فيها ميسي فيها ميسي فيها ميسي تسديده ولكن هنا الدفاع يتدخل في صافرة نعم في صافرة وبالتالي لدينا ضربة حرة عنخيلينو يرفع الكرة جول الثاني لايبزيغ موكيلا يسجل موكيلا يباغت موكيلا يضرب بقوة تكرار للقطة الهدف الأول نسخة للهدف الأول بنفس الطريقة بنفس المحضر هو أنخيلينو من حضر هو أنخيلينو من مرر وموكيلا في المتابعة يباغت الدفاعات الباريسية ومعهم الحارس كيلور نافاس شوف الإعادة دائما نتكلم مشاهدة كرام عن مشكل مراقبة أنخيلينو يترك يا سادة أنخيلينو لوحده من دون رقابة ومن دون ضغط حتى على المقاس وموكيلا كما جات على الطاير على الطاير يباغت كيمبامبي وماركينيوس وحد بينما كرة بينية في اتجاه كيليان مبابي المساندة الهجومية وين راحت كلها بعد هذه التبديلات التي حصلت الآن ميسي هنا ينقض على الكرة ميسي وسط لاعبين ميسي ضعيف مصدر الخطورة انكونكو يرفع الثاني مبابي مبابي مرر ميسي ومبابي ميسي يشعل المدرجات ميسي يعيد المباراة إلى نقطة الصفر المنقذ ميسي في لحظة لتنطلق المباراة من جديد مرور جميل المرور جميل أوه. اليمر يراوغ مبابي ركلة جزاء ميسي 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 يا سلام يا سلام مبدع يا ميسي حتى في ركلات الجزاء ليست بغريبة عنك كرة البانينكا الشهيرة هنا بلمسة الفنان النجم الذي ظهر الليلة نجم نعم الذي بزغ الليلة النجم الذي سطع الليلة في سماء العاصمة الفرنسية باريس إنه ليونيل ميسي حاسم ميسي كما هو حاسم مبابي في هذه المباراة أنت من ستسدد يا ميسي قالها مبابي أنت من تسدد أنت صاحب التخصص وهنا بلمسة الكبار بل أنت من الكبار يا ميسي البانينكا الشهيرة يا ما شفناها معك يا ميسي يا ما استمتعنا بها معك يا ميسي وهنا أعاد الكرة مرة أخرى لكن بقميص الباريسي دانيلو بيريرا ونافا يبحث عن التعادل ونزلت الكرة للخطير موكيلا العرضية رقم تهديفي تاريخي لصلاح مع ليفربول افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لفريقه ليفربول في مرمى مضيف أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء في ثالث جولات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا ووفقا لما ذكرت شبكة إحصائيات أوبتا فإن صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك في 9 مباريات متتالية بكافة المسابقات